السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ديدو صمدي. هذا النهار ان شاء الله نتكلموا على انواع العلافات وكل وحده بالميزه ديالها. اذا كل واحد يعني مربي ارانب كيتمنى ان يعني هاد العلافات يكونوا العلافات والشرابات، يعني اي كان. المهم هنا نتحدثوا على العلافات. العلافات شحال من واحد كيتمنى انه يكون مرتاح في يعني في منين يبغي يعطي العلف للارانب ديالو. كما كتشوفوا معايا هذه انواع، يعني انا غادي نوريكم انواع اخرى، ولكن يعني الانواع العاديين وهما الطاسات بحال هذا الشكل. هذا ممكن ان الواحد يدير تقيبات هكا يعني مثلا ويربطها في الكاج، ولكن هاد العلافات شوفوا سمورا وقع فيهم انهم كيطلعوا فوق منهم وكيوسخوا لداخل. لاحظوا ان كيوسخوا لداخل، ممكن الا ما درتي لهمش هذا السلك هذا يعني كيبقاو ياكلوا منها كيطيحوها وكيطيحوا هذاك العلف كيطيح، يعني انتم ضعتوا في هذاك الكميه اللي درتو ديال العلف. هذا النوع هذا هو انا يعني سبق لي درت له فيديو هذا، يعني غير قرعه ديال الزيت ديال الفران، ديال الزيت ديال الفران او اي يعني طاس ممكن انكم تحصلوا عليه يعني اما بمقص ولا بموس ولا وتقطعوا هاد الجانب هذا وهادو باش ما يجرحوهمش، يعني كتثنيو هادو لهاد الجهه وهادو كديروها كعلاقه وكتعلق في القفص الداخل. كاين عاوتاني هاد الطريقه هادي هذيك صوبتها حتى هي في واحد الفيديو. هادي يعني الفطام، لاحظوا ان هنايا العرض ديال هنايا كي داير، وشوفوا العرض هادي يعني كتعلق بهاد الطريقه هكا. هي عندها واحد درت لها واحد الكروشيات هما يعني وكتعلق. هذه بالنسبه للفطام، ولكن هاد ثلاثه ديال الانواع سموهما، يعني حنا هضرنا على باللي مميزات انهم الخاص، يعني هادشي كله ما غاديش تخسر فيه حتى يعني صفر درهم، ولكن نهضروا على السلبيات ديالهم. السلبيات ديالهم وهو انهم كيتواجدوا وسط القفص. ملي كيتواجدوا وسط القفص سمو كيوقع ان ملي نتايا كتحل القفص وكتبغي تعطيهم لداخل ممكن انهم يعضوك. وهذا الشيء انا علاش درت هذا الفيديو هذا، لان فعلا ها هما عضوني، يعني انا واحد الارنب ها هو يعني ذكر كان بحال اللي عطيت لواحد الانثى عطيتها لواحد اخر هو بحال اللي جهل عليها وانا بغيت نعطيه ياكل. شوفوا سموراه دار لي، هو راه عضني من هنايا. يعني حتى التربيه ديال الارانب راه ماشي سهله، ممكن انكم يطراو لكم بعض الحوادث بحال هذا الشكل، ولكن خصكم تصبروا. اذا هاد العلافات هادو هما المشاكل ديالهم. لاحظوا ان غادي تبقاو تحلوا القفص وهادي كتواجد وسط القفص، سمو غادي يوقع تبغيو تعطيو الاكل غادي يكون الارنب دايز ممكن انه ياذيكم ويعضكم. البديل ديال هاد الارانب ديال عفوا هاد العلافات هو العلافات الاحترافيه. ممكن انني نوريكم واحد العلافات يعني كتعطي الاكل وانتيا برا القفص، وممكن انكم تخدموهم كذلك يعني بواحد الطريقه. المهم انا غادي نوري لكم هاد العلافات كيفاش دايرين. اذا كما كتلاحظوا معايا هاد الارنب انتما كما كتشوفوا، شوفوا العلافه فين جايه، يعني ممكن انني نعطي الماكله من هاد الجانب، يعني ما غاديش نخشي يدي عنده كاع، يعني غادي ممكن انني نعطيه من وانايا برا، انايا برا هكا نعطيه من هنايا من هاد الجانب. انتما غادي نجيب واحد الطاس هكا ها هو ديال الخبز جاف، ماشي غادي نمشي له من هاد الجهه باش ياذيني باش يقدر يعضني بحال هاد المشكل اللي دار لي. ممكن انني نعطيه على برا، انتم انا ما غاديش كاع نقرب له وهو غادي يستافد من الاكل، وانايا ممكن انني ما نحلش عليه كاع، نحل عليه غير في شي حاجه يعني طارئه. انتم كما كتشوفوا هاد العلافه كيفاش مخدومه. ايضا ها هي هذه بالنسبه للصغار، انا نوريكم عاوتاني واحد العلافه عاوتاني اخرى. اذا كما كتشوفوا معايا هي علافه من نوع اخر عاوتاني، حتى هي انتم كما كتشوفوا اول ارنب. انا ما غاديش نفتح عليه الكاج كاع بتاتا، انا اعطيه غير وانا برا القفص. انتم كما كتشوفوا برا القفص، يعني شوفوا هاد العلافه كيفاش دايره.
كذلك ومثال عاوتاني في هذه الجهه هي كتعطي الارنب هو وانتيا يعني برا ما كتخشيش يدك عنده باش ممكن ياديك بحال هكا انا اللي الارنب اللي اداني هو هذا هذا عضني انتوما هذا هو اللي عضني لان ندير له العلافه لداخل وما كاينش منين نعطي الاكل على برا اذا هادو هما يعني السلبيات ديال هاد العلافات هكا كاين واحد الطريقه بغيت نوريها لكم واللي هي كتجمع ما بين العلافات الداخليه والعلافات الخارجيه يعني بحال هذا الشكل هذا كاين واحد النوع ديال الخوطي ديال الكاشير طويل يعني انا غادي نوريكم بواحد الطريقه وانتم غادي اظن انكم غادي تفهموني شنو قلت اذا كما كتشوفوا معايا انا ما تحصلش على قوطي ديال الكاشير كيكون بهذا الحجم بحال هكا كيكون مسدود من هذا الجانب كيكون مسدود من الجانب الاخر كلكم كل ما عليكم ديروه وهو انكم ملي كتفتحوا جهه ديال الكاشير صافي خليتوا الكاشير من هذه الجهه صافي خليوه هكا وهذه الجهه غتكون مسدوده اشنو غادي ديروا نتوما غتفتحوا فتحه هنا يعني قد الفم ديال 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 الارنب وغتبقاو تكبوا العلف من فوق سمو غادي يوقع ان هذا كامل غادي يتخشى في يعني في انا نوريكم كيفاش غادي يتخشى في الكاج يعني ممكن انكم انتوما بواحد الطريقه يعني مبتكره ان شاء الله غادي تخدموا فيها ممكن انكم تحطوا هذا هكا والعلف تبقاو ترميه من الفوق يعني من هنايا يعني بلا ما ياديكم يعني ممكن انكم تسدوا القفص هكا وتبقاو تكبوا من جهه الفوق من هنايا هكا والفتحه اللي فتحتوها لتحت هي اللي غادي يبدا ياكل منها انتما هذه الطريقه العلافه الامثل يعني بالقوطي ديال الكاشير يعني راه كيكون في هذا الحجم هذا يعني خاصكم غير شي طريقه انكم ما تخشيوش يديكم في القفص لداخل ممكن انكم غير هكا يعني هكا هذا هو القوطي ديال الكاشير هكا بهذا كيكون بهذا الحجم هذا تفتحوا فتحه هنا هكا القاعده غادي تخليوها باش ما يطيحش يعني السيكاليم ولا العلف وتبقاو تعطيو القفص مسدود من هنا تبقاو تكبو غير من الفوق غير من هنايا ملي غادي ينزل هكا غادي يحبس هنايا يعني غتخلي واحد جهد واحد جوج سنتيم باش ما يطيحش العلف لهاد الجهه وفي نفس الوقت ان الارنب يقدر يخشي فمو وياكل بهذه الطريقه ممكن انكم تفاداو هاد الجروح اللي ممكن انكم يعني ممكن انكم تاداو انا هاد الجرحه راه كانت كبيره راه دابا عاد تسدس المهم راه يعني عضني واحد العضه يعني خايبه في الحقيقه اذا هذه هي الطريقه يعني المثلى انكم تعطيو العلف من برا ما تعطيوش ما تحاولوش انكم ديروا شي علافه بحال هاد الشكل هذا هادو كاع كلهم علافات ممكن انكم يكونوا عندكم ولكن هاد العلافات هادو بحال اللي نقولوا خطر يعني كيكونوا متواجدين وسط القفص هاد العلافات متواجدين وسط القفص هادو كلهم الا كانوا متواجدين وسط القفص غادي ما حدكم نتوما تبغيو تعطيو الارانب ديالكم يعني في وسط القفص ممكن انهم ياديكم اما اللي العلافات اللي وريتكم هادوك احترافيين يعني كيجيو يعني برا ديال القفص اما الا بغيتو بوحدكم تصنعوا شي علافه يعني جامعه ما بين يعني الاشكال بجوج ممكن انكم تستعنوا بالقوطي ديال الكاشير كما قلت لكم طلعوا بواحد سنتيم باش ما يطيحش العلف جوج سنتيم عفوا وتفتحوا فتحه هنا بهذا المقدار هكا وهذه الجهه اللي مفتوحه تبقاو هي اللي ترميو فيها العلف يطيح هنايا يتجمع في هذاك جوج سنتيم او المهم جوج سنتيم راه كافيه الارنب في نفس الوقت نتوما ما غاديش تبقاو تدخلوا عنده غتبقى ترميوه من الفوق وهو غادي يبقى ياكل من هاد الجهه اذا هذه هي الطريقه ديالنا يعني انا حاولت ان العلافات نحاول انني
حاولت انني نبسطهم لكم. يعني هادو هما الاشكال تقريبا اللي عند الناس كاع. يعني الا بغيتوا ديروا غير شكل بحال هذا راه كيطيح، هذه معروفه. الا درتوا شي حاجه في وسط القفص غادي تتادم، اما بهذه الطريقه هذه ان شاء الله غادي تكون غادي تعجبكم هذه الطريقه ان شاء الله. الناس اللي مازال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا قناه غاديه بالدعم ديالكم. كنشكركم على التعاليق الطيبه ديالكم، شكرا جزيلا، والى اللقاء في الحلقه المقبله ان شاء الله.